غارة جوية بالصواريخ الفراغية استهدفت مشفى أورينت الإنساني في بلدة القنية بريف جسر الشغور. هذه الغارة هي الثانية التي تستهدف المشفى خلال 50 يوما. أنا حرس ليلي بمشفى أورينت. بالنهار كنت نايم مساء يوم الجمعة الساعة 4 العصر، فقت على صوت انفجار ضخم وكان السقف فوق المنة. حسيت حالي متلبك وكان في فتحة، حاولت نفذت منها بصعوبة والحمد لله رب العالمين. طمنت على الشباب، الكل كان بخير الحمد لله. الأضرار كانت مادية والحمد لله ما في أي أضرار بشري. استهداف المشفى بشكل مباشر بالصواريخ الفراغية أدى لتدمير أجزاء من المشفى وأضرار جسيمة لحقت بالأجهزة الطبية والتجهيزات الأساسية وعربات الإسعاف دون وقوع أي إصابة بشرية. المشفى تعرض لدمار كبير جدا جدا وخرج عن الخدمة حاليا، سواء من ناحية البناء أو من ناحية الأجهزة أو من ناحية البنية التحتية من تمديدات كهرباء وما، كل بنى المشفى معطلة حاليا. ونتيجة الضربات الجوية المتكررة والاستهداف الذي يتعرض له المشفى، قررت الإدارة إيقافه عن العمل مؤقتا لتأمين مكان أكثر أمنا. أوقفنا العمل في المشفى حاليا ونبحث عن خيارات بديلة لمكان المشفى، لأن يعني المشفى أصبح غير آمن. استهدف للمرة الرابعة بالطيران، إضافة للاستهداف بالقصف بالصواريخ والقذائف الهاوين منذ سنة ونصف، وحتى الآن لا يمضي يوم أو يومين إلا ويكون استهداف للمشفى. تقع القذائف قرب المشفى وأحد القذائف سقطت ضمن البناء وعلى السور، لكن ورعاية الله كانت دائما فوق إرادة الطغاة. استهداف منظومة أورينت الطبية العاملة في ريف إدلب يدل على العمل الإنساني المتميز الذي تقوم به لخدمة المناطق المحررة، ويهدف القصف المتكرر والممنهج ضدها لقتل الإرادة الإنسانية. من مشفى أورينت في ريف جسر الشغور، أحمد مراد، أورينت نيوز.